بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ آمل كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ إذن سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نكمل في هذا اللقاء الحي حل التكليفات الذاتية التي بدأنا بها في اللقاء الحي السابق، ووصلنا إلى التكليف رقم 6. ما هو التكليف رقم 6؟ افترض أن هناك سلعتين هما X و Y، علما بأن سعر السلعة X 2 ريال، يعني BX تساوي 2 ريال، وسعر السلعة Y 10 ريال، BY يساوي 10، ودخل المستهلك المخصص للإنفاق على السلعتين 58، I يساوي 58. أكمل الفراغات في الجدول أدناه ثم أجب عن الأسئلة التالية. إذا في البداية يجب أن نكمل الفراغات في الجدول، ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة اللي موجودة، الخمسة أسئلة اللي هو السؤال الأول: اكتب معادلة خط الميزانية أو الدخل. السؤال الثاني: ما مقدار المنفعة الحدية لX عندما يكون X تساوي 3؟ ما مقدار المنفعة الحدية للدخل أو المنفعة الحدية للريال عند التوازن؟ المطلوب رقم 4: ما هي الكميات التوازنية؟ والمطلوب رقم 5: احسب معدل الإحلال الحدي للسلعة X محل السلعة Y عند التوازن. لا نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة قبل تعبئة الفراغات في الجدول. إذا في البداية نقوم بتعبئة الفراغات في الجدول ثم نجيب على هذه الأسئلة الخمسة. الفراغات في الجدول هي الأرقام اللي موجودة تحتها خط ولونها أحمر، يعني الفراغات في الجدول هي العمود الثالث MUX، والعمود الرابع MUX تقسيم BX، والعمود السابع MUY، والعمود الثامن MUY تقسيم BY. يعني هناك أربعة أعمدة فارغة، المطلوب تعبئة الفراغات في العمود رقم 3 والعمود رقم 4 والعمود رقم 7 والعمود رقم 8. أي أن الأرقام الموجود تحتها خط ولونها أحمر هي الفراغات في الجدول. نبدأ بالسطر الأول. كيف نعبئ الفراغات في السطر الأول من الجدول؟ احنا ذكرنا في السابق أن هناك قاعدة: عندما تكون عدد الوحدات واحد، سواء عدد وحدات Y أو عدد وحدات X، سواء عدد وحدات X أو عدد وحدات Y، عندما تكون عدد الوحدات واحد دائما الـ MU تساوي الـ TU، هاي كاتبينها هنا. عندما تكون عدد الوحدات تساوي واحد سواء X أو Y، تكون المنفعة الكلية TU تساوي المنفعة الحدية MU. إذا نأتي هنا، هي عندنا عدد الوحدات من X واحد، إذا بتكون TUX تساوي MUX. كم TUX معطاة؟ 90، معناها MUX نفس الرقم 90. واضح؟ دائما بالسطر الأول عندما تكون عدد الوحدات واحد دائما تكون المنفعة الكلية تساوي المنفعة الحدية. فإذا كانت المنفعة الكلية 90 تكون المنفعة الحدية 90. نفس الشيء بالنسبة للسلعة Y، عدد الوحدات من Y هنا واحد، معناه المنفعة الكلية 210، معنى ذلك أن المنفعة الحدية تكون 210. إذن هذه القاعدة: عندما تكون عدد الوحدات تساوي واحد دائما المنفعة الكلية تساوي المنفعة الحدية، سواء للسلعة X
أو للسلعة Y. إذا هنا عدد الوحدات من X واحد، إذا معطينا TUX معناه الـ MUX نفس الرقم بتكون 90. ننتقل الآن إلى الرقم 16. كيف نجد الرقم 16؟ عن طريق القانون الموجود على يسار الشريحة، MU تساوي TU2 ناقص TU1 على Q2 ناقص Q1. إذا نطبق القانون، كيف وجدنا الرقم 16؟ 106 ناقص 190 تقسيم 2 ناقص 1 بيطلع الجواب 16. كيف وجدنا الرقم 14؟ 120 ناقص 106 تقسيم 3 ناقص 2 بيطلع الجواب 14. كيف وجدنا الرقم 12؟ 132 ناقص 120 تقسيم 4 ناقص 3 بيطلع الجواب 12. كيف وجدنا الرقم 8؟ 140 ناقص 132 تقسيم 5 ناقص 4 بيطلع الجواب 8. آخر رقم هنا كيف وجدناه؟ 144 ناقص 140 تقسيم 6 ناقص 5 بيطلع الجواب 4. الآن ننتقل إلى العمود الرابع. كيف وجدنا العمود الرابع؟ هذا القانون مذكور، نقسم الـ MUX على الـ BX. الـ MUX هي العمود رقم 3، الـ MUX هي العمود رقم 3 نقسمها على الـ BX. الـ BX معطى بالسؤال 2، الـ BX معطى بالسؤال 2. إذا نقسم العمود رقم 3 على 2 اللي هو BX. 90 تقسيم 2 45، 16 تقسيم 2 8، 14 تقسيم 2 7، 12 تقسيم 2 6، 8 تقسيم 2 4، و4 تقسيم 2 2. ننتقل الآن إلى السلعة Y. نفس الطريقة، عندما تكون عدد الوحدات من Y واحد بالسطر الأول، لاحظوا هنا عدد الوحدات من Y واحد، تكون TUY مساوية لMUY. إذا كانت هذه 210 تكون هذه 210 عندما تكون عدد الوحدات واحد. إذا لاحظوا هنا بالسطر الأول عدد الوحدات من Y واحد، إذا معناه TUY تساوي MUY. فإذا كانت TUY 210 بالضرورة أن تكون MUY نفس الرقم 210. ننتقل إلى الرقم 180 عن طريق القانون اللي ذكرناه، TU2 ناقص TU1 على Q2 ناقص Q1. 180 هنا 300، لاحظوا Q2 ناقص Q1 دائما الفرق واحد، صح؟ Q2 ناقص Q1 دائما الفرق واحد، لأن 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 3 1، 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 5. إذا دائما المقام بيكون الجواب واحد. أي شيء من قسمه على واحد نفس الرقم، معناه ممكن مباشرة. شو نعمل مباشرة؟ نقول 390 ناقص 210 180. 150 كيف وجدنا 150؟ 540 ناقص 390 150. كيف وجدنا 120؟ 660 ناقص 540 بطلع الجواب 120. كيف وجدنا 60؟ 720 ناقص 660 بطلع الجواب 60. كيف وجدنا 50؟ 770 ناقص 720 بطلع الجواب 50. ننتقل الآن إلى العمود الأخير. كيف نجد العمود الأخير؟ هو عبارة عن منفعة الريال MUY تقسيم BY. هذا هو MUY، هذا عمود MUY. بنقسمه على مين؟ على BY. كم BY معطى بالسؤال؟ BY معطى بالسؤال 10، هيها موجودة في أعلى الشاشة. BY معطى بالسؤال 10. إذا نقسم العمود هذا القبل الأخير، نقسمه على 10. 210 على 10 21، 180 تقسيم 10 18، 150 تقسيم 10 15، 120 تقسيم 10 12، 60 تقسيم 10 6، 50 تقسيم 10 5.
لماذا قسمنا على 10؟ لأنه معطينا بالسؤال الـ BY 10. الآن نبدأ بحل الأسئلة الخمسة. إذا لا نستطيع أن نحل الأسئلة الخمسة إلا بعد تعبئة الجدول. إذا في البداية يجب تعبئة الجدول ثم حل الأسئلة الخمسة. نبدأ بالسؤال الأول، معادلة خط الميزانية أو الدخل، ما هو قانون I تساوي BX ضرب X زائد BY ضرب Y؟ لاحظوا الI معطاه بالسؤال كم؟ نعوض تعويض مباشر. الI معطاه بالسؤال 58. إذا بدال الI نضع هنا 58. نأتي هنا BX ضرب X، البX معطاه بالسؤال 2، إذا نضع مكان BX 2، شو بتصبح؟ 2X زائد البY معطاه بالسؤال 10، نضع بدال البY 10 بتصير 10Y. إذا ما هي معادلة خط الميزانية أو الدخل؟ هي 58 اللي هي I تساوي 2X زائد 10Y. 58 هي الI والاثنين هي البX والعشرة هي البY معطاة بالسؤال. ننتقل إلى المطلوب رقم 2، ما مقدار المنفعة الحدية للسلعة X عندما تكون السلعة X كم؟ 3. إذا هو عندما تكون X تساوي 3 كم MUX؟ نذهب إلى X 3، هي عندنا X، هي عندنا X 3، كم MUX؟ هي 14. إذا ما هو الجواب؟ 14. طب لو قال لنا عند X 2 عندما X تساوي 2 كم MUX؟ 16. طب لو قال لنا عند X 5 كم MUX؟ 8. واضح؟ بالسؤال اللي هو طالب عند مين؟ طالب عند X تساوي 3، معناه كم هنا عند X تساوي 3؟ الـ MUX 14. طب لو قال لي عند Y تساوي 2 كم؟ إذا قال لي عند Y تساوي 2 كم الـ MUY؟ 180. لو قال لي عند الـ Y تساوي 4 كم الـ MUY؟ يعني بستخرجها من الجدول فقط. لو قال لي عند Y تساوي 4 كم الـ MUY؟ 120. عملية استخراجها من الجدول فقط. إذا ما مقدار المنفعة الحدية عند X تساوي 3؟ هذه X 3، معناها كم المنفعة الحدية؟ 14. عند X 3 المنفعة الحدية لX 14. نأتي إلى السؤال الثالث، ما مقدار المنفعة الحدية للدخل أو المنفعة الحدية للريال عند التوازن؟ هنا لما يذكر عند التوازن معناه يجب أن يكون الرقم متساوي في العمود الرابع مع العمود الأخير. نبحث عن الرقم المتشابه بين العمود الرابع والعمود الأخير. يعني يجب أن تكون MUX تقسيم BX تساوي MUY تقسيم BY. نبحث في العمود الرابع والعمود الأخير عن الأرقام المتشابهة. ما هي الأرقام المتشابهة؟ رقم 6 اللي وضعنا عليه دائرة. لماذا اخترنا الرقم 6؟ لأن الرقم 6 موجود في العمود الرابع وموجود في العمود الأخير. يعني MUX شرط التوازن، ما هو شرط التوازن؟ MUX تقسيم BX يساوي MUY تساوي BY. إذا ما هي المنفعة الحدية عند التوازن؟ عند التوازن يعني لما يكون الأرقام في العمود الرابع والعمود الأخير متشابهات، لا يوجد إلا رقم واحد، صح؟ اللي هو الرقم 6. بقية الأرقام لا يوجد أرقام متشابهة في العمودين إلا الرقم 6. إذا عند التوازن كم المنفعة الحدية؟ هي الرقم 6 اللي هي نقطة التوازن 6. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع، الكميات التوازنية من السلعتين X و Y التي تعظم منفعة المستهلك. هذه الستة تتبع للسلعة X، إذا عند الستة هاي كم الكمية من X؟ 4. إذا X تساوي 4، عند نقطة التوازن 6 كم كمية X؟ 4. طب عند نقطة التوازن بالنسبة لـ Y كم كمية Y؟ 5. إذا X تساوي 4 Y تساوي 5. كمان مرة، ما هي نقطة التوازن؟ رقم 6 لأنه موجود في العمودين، في العمود الرابع والعمود الأخير. إذا ما هي كمية X؟ إذا كمية X 4. وما هي كمية Y؟
كمية واي 5، إذا إكس تساوي 4 وواي تساوي 5. المطلوب رقم 5، احسب معدل الإحلال الحدي للسلعة إكس محل السلعة واي، إم آر إس إكس وواي. عند وين بده إياها؟ عند التوازن. إذا ما هو القانون اللي بنستخدمه عند التوازن؟ هذا هو موجود في أسفل الشريحة. إم آر إس للإكس وواي هو عبارة عن بي إكس تقسيم بي واي. إذا بي إكس معطاه بالسؤال 2، بي إكس معطاه بالسؤال 2، وبي واي معطاه 10، إذا بقسم 2 على 10 بطلع الجواب 2 بالعشرة. إذا ما هو معدل الإحلال الحدي عند التوازن؟ 2 بالعشرة. إذا نلاحظ أنه لا نستطيع الإجابة على الأسئلة إلا بعد تعبئة الفراغات في الجدول. إذا في البداية يجب أن نعبئ الفراغات في الجدول ثم نجيب على الأسئلة الخمسة في السؤال. ننتقل الآن إلى تكليف رقم 7. إذا كانت المنفعة الكلية تيو من استهلاك كوب من القهوة 21، والمنفعة الكلية من استهلاك كوبين من القهوة 39، احسب المنفعة الحدية للكوب الثاني. نعوض في القانون، ميو تساوي تيو 2 ناقص تيو 1 تقسيم كيو 2 ناقص كيو 1. تيو 2 39 وتيو 1 21، إذا 39 ناقص 21 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، بيطلع الجواب 18. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 8. أكمل الفراغات في الجدول والذي يمثل الإنتاج في الأجل القصير. ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول هي الموجود تحتها خط ولونها أحمر في العمود الأول والعمود الرابع والعمود الخامس. الآن هو مذاكر لنا في عنوان الجدول الإنتاج في الأجل القصير، وإحنا دائما قلنا في الأجل القصير دائما بيكون رأس المال ثابت والأرض ثابت. لاحظوا هذا رأس المال صح؟ معطينا في العمود رقم 5 اللي لونه أسود، معطينا في العمود الأول رقم 5 اللي لونه أسود، معناه كل العمود نفس الرقم، كل العمود رأس نفس الرقم. لماذا؟ لأنه دائما في الأجل القصير بيكون رأس المال إيش؟ ثابت. فإذا أعطانا رقم في العمود رأس المال معناه كل العمود بيكون نفس الرقم. ننتقل الآن إلى الإنتاج الحدي. كيف نجد الإنتاج الحدي؟ عن طريق هذا القانون، هي موجود على يسار الشريحة، MBL تساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. لاحظوا هنا L2 ناقص L1 دائما بيكون واحد، لأنه انتبهوا هنا L يعني عدد العمال، واحد ناقص صفر واحد، اثنين ناقص واحد واحد، ثلاثة ناقص اثنين. إذا المقام دائما بيكون الجواب واحد، معناه ما له تأثير. معناه ممكن كيف نجد الـ MBL؟ نذهب إلى العمود رقم 3. كيف نجد العمود رقم 4؟ كيف نجد الإنتاج الحدي العمود رقم 4؟ نذهب إلى العمود رقم 3، نطرح الثاني من الأول. 50 ناقص 0 50، 120 ناقص 50 70، 180 ناقص 120 60، وهكذا. يعني كيف نجد العمود الرابع؟ من خلال العمود رقم 3، نطرح الرقم الثاني من الرقم الأول فنحصل على العمود رقم 4. الآن ننتقل إلى العمود رقم 5، الإنتاج المتوسط. كيف نجد العمود الخامس؟ عن طريق القانون ABL تساوي Q تقسيم L. Q هي أي عمود Q؟ Q هي العمود رقم 3 تقسيم ال L للعمود رقم 2. إذا كيف نجد العمود رقم 5؟ نطبق بالقانون Q اللي هي العمود رقم 3 على L اللي هي العمود رقم 2. إذا نقول كالتالي، صفر على صفر نتركها فارغة أو خط لأنه لا شيء، تقسيم لا شيء بطلع لا شيء. طيب اللي بعدها، 50 تقسيم 1 50، 120 تقسيم 2 60، 180 تقسيم 3 60. يعني نعوض في القانون تعويض مباشر لإيجاد العمود رقم 4، نعوض في القانون MBL، ولإيجاد العمود رقم 5 نعوض في العمود
نعوض في الـ ABL. ننتقل الآن إلى تكليف رقم 9. إذا زاد عدد العمال من 6 إلى 7 عمال وزاد الناتج الكلي من 270 إلى 300 طن، احسب الناتج الحدي للعامل. إذا هو طالب نحسب مين؟ طالب نحسب الناتج الحدي. إذا نطبق قانون الناتج الحدي، MBL تساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. إذا 300 ناقص 270 تقسيم 7 ناقص 6 بيطلع الجواب 30. عملية تعويض مباشر في القوانين. ننتقل إلى تكليف رقم 10. إذا كان عدد العمال المستخدمين 9 عمال والناتج الكلي 360 طن، احسب الناتج المتوسط. إذا هو طالب منا نحسب مين؟ الناتج المتوسط. إذا نطبق قانون الناتج المتوسط، ABL عبارة عن Q تقسيم L. Q 360 والL 9، 360 تقسيم 9 بطلع الجواب 40. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 11. أكمل الفراغات في الجدول التالي والذي يمثل الإنتاج والتكاليف في الأجل القصير. ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات هي الأرقام اللي موجود تحتها خط ولونها أحمر. كيف نستطيع تعبئة الفراغات في الجدول؟ عن طريق القوانين الموجودة في أسفل الشريحة. إذن هذه القوانين الستة، القوانين الستة اللي موجودة في أسفل الشريحة هي التي سوف يتم استخدامها في تعبئة الفراغات في الجدول. نبدأ في العمود الأول. العمود الأول ما في فراغات. ننتقل إلى العمود رقم 2. لاحظوا هنا الإفسي هي تسمى التكلفة الثابتة. الإفسي هي رمز التكلفة الثابتة. لاحظوا هنا معطينا 1000، معطينا في العمود الثاني 1000، معناه كل العمود نفس الرقم. لماذا؟ لأنها الإفسي هي تكلفة ثابتة لا تتغير مهما تغير الإنتاج. إذا لاحظوا هنا معطينا بالأسود الرقم 1000، معناه العمود كله نفس الرقم. لماذا؟ لأن الإفسي تمثل التكلفة الثابتة. ننتقل الآن إلى العمود الثالث. كيف أوجدنا الرقم صفر هنا؟ عن طريق القانون رقم 1. إذا كانت الكيو تساوي صفر فيجب أن تكون البي سي تساوي صفر. لاحظوا هنا الكيو كم عندنا الكيو في العمود الأول؟ الكيو صفر، معناه البي سي يجب أن تساوي صفر حسب القانون رقم 1. دائما هذه قاعدة، إذا كانت الكيو تساوي صفر فيجب أن تكون البي سي تساوي صفر. نذهب إلى الجدول. في السطر الأول هنا الكيو صفر، فمعناه البي سي يجب أن تكون صفر. الآن ننتقل إلى العمود رقم 4. كيف نجد العمود رقم 4؟ عن طريق القانون الثاني، التي سي تساوي الإف سي زائد البي سي. كيف نجد العمود الرابع؟ عن طريق القانون رقم 2، التي سي هي الإف سي يعني العمود 2 زائد العمود 3. إذا كيف نجد العمود الرابع؟ نجمع الإف سي اللي هي العمود 2 زائد البي سي العمود 3. 1000 زائد 0 1000، 1000 زائد 100 1100. طب لو كان هنا معطينا 100 كيف نوجدها؟ بنقول 1100 ناقص 1000 بيطلع هنا 100. طيب هنا معطينا 1160، بده منا كيف اوجدنا 160 هون؟ بنقول 1160 ناقص 1000 بيطلع الجواب هي 160، لانه مجموع العمود الثاني زاد العمود الثالث يجب أن يعطينا العمود الرابع. 1000 زائد 160 يجب أن يطلع الجواب 1160. إذا نختار هنا الرقم الذي لما نجمعه مع 1000 بعطينا 1160. كيف نجده؟ 1160 ناقص 1000 بطلع 160، بحيث أنه عندما نجمع العمود 2 مع العمود 3 بعطينا العمود 4. يعني 1000 زائد 160 بعطينا 1160. اللي بعديها 1000 زائد 210 1210، 1000 زائد 260 1200
وستين. ألف زائد ثلاثمية ألف وثلاثمية. ألف زائد ثلاثمية وستين ألف وثلاثمية وستين. ألف زائد أربعمية وخمسة وخمسين ألف وأربعمية وخمسة وخمسين. ننتقل هنا معطينا الألف وخمسمية وستين، شو بنعمل؟ ألف وخمسمية وستين ناقص ألف بطلع هنا كم؟ خمسمية وستين. ألف وسبعمية وعشرين ناقص ألف بعطينا سبعمية وعشرين. ألف وتسعمية ناقص ألف هنا بطلع تسعمية. ألفين وتسعين ناقص ألف بطلع هنا ألف وتسعين. يعني خلاصة القول العمود الثاني زاد العمود الثالث بعطينا العمود الرابع. ننتقل الآن إلى العمود الخامس الـ AFC. كيف نجد العمود الخامس؟ عن طريق القانون رقم ثلاثة. AFC تساوي FC على الـ Q. الـ FC أي عمود؟ الـ FC هي العمود الثاني على العمود الأول. إذا كيف نوجد العمود رقم خمسة؟ نقسم العمود الثاني على العمود الأول. ألف تقسيم صفر ما لا نهاية، لأنه أي شيء مقامه صفر الجواب ما لا نهاية. ألف هنا ألف تقسيم واحد ألف. ألف تقسيم اثنين خمسمية. ألف تقسيم ثلاث ثلاثمية وثلاث ثلاثين فاصل ثلاث. ألف تقسيم أربعة ميتين وخمسين. إذا كيف نجد العمود رقم خمسة؟ نقسم العمود اثنين على العمود رقم واحد فيطلع عندنا العمود رقم خمسة. ننتقل الآن إلى العمود رقم ستة. كيف نجد العمود رقم ستة؟ عن طريق القانون الرابع. ما هو القانون الرابع؟ الـ ABC تساوي الـ BC تقسيم الـ Q. الـ BC أي عمود؟ الثالث. والـ Q العمود الأول. إذا كيف نجد العمود ستة؟ عن طريق تقسيم العمود رقم ثلاث على العمود رقم واحد. صفر على صفر نتركه فارغ، لا شيء على لا شيء بطلع لا شيء. بعديها 100 تقسيم واحد 100. 160 تقسيم 2 80. 210 تقسيم 3 وهكذا. إذا كيف نجد العمود رقم 6؟ نقسم العمود الثالث على العمود الأول. ننتقل الآن إلى العمود رقم 7. كيف نجد العمود رقم 7 اللي هو الـ ATC؟ هناك طريقتين، إما طريقة القسمة أو طريقة الجمع. طريقة القسمة نقسم الـ TC على الـ Q حسب القانون رقم 5. حسب القانون رقم 5 نقسم الـ TC على الـ Q. وين الـ TC؟ العمود 4 والـ Q العمود الأول. إذا نقسم العمود الرابع على العمود الأول فنحصل على العمود السابع. خلينا نأخذ أمثلة. ألف تقسيم صفر ما لا نهاية. ألف ومية تقسيم واحد ألف ومية. اللي بعديها ألف ومية وستين تقسيم اثنين خمسمية وثمانين. إذا استخدمنا قانون القسمة، وهناك قانون آخر كلاهما بيعطي نفس الناتج. القانون الآخر اللي هو الـ ATC يساوي الـ AFC زائد الـ ABC. يعني العمود السابع هناك طريقتين لإيجاده، وكلا الطريقتين بيعطوا نفس الناتج. يعني ممكن أجمع العمود الخامس زائد العمود السادس بيعطوني نفس الناتج. ألف ما لا نهاية زائد لا شيء ما لا نهاية. ألف زائد مية ألف ومية. خمسمية زائد ثمانين خمسمية وثمانين وهكذا. إذا العمود الخامس له طريقتين لإيجاده، إما طريقة القسمة بقسم العمود الرابع تي سي على العمود الأول كيو. الطريقة الثانية بجمع العمود الخامس اي اف سي زائد العمود السادس اي بي سي بحصل على العمود الـ ATC اللي هو العمود رقم 7. وكلا الطريقتين تعطي نفس الجواب. ننتقل الآن إلى العمود الثامن اللي هو الـ MC. كيف نجد الـ MC؟ عن طريق القانون رقم 6. الـ MC هي عبارة عن دلتا BC على دلتا Q، يعني BC2 ناقص BC1 على Q2 ناقص Q1. لاحظوا هنا الـ Q دائما الفرق واحد، واحد ناقص صفر واحد، اثنين ناقص واحد اثنين، ثلاثة ناقص اثنين. إذا المقام دائما بيكون واحد، معناه ما له تأثير. معناه ممكن إيش أعمل؟ BC2 ناقص BC1. كيف أجد العمود رقم ثمانية؟ أذهب إلى العمود رقم ثلاث
وأطرح الثاني من الأول. كمان مرة، كيف أجد العمود رقم 8؟ عن طريق القانون السادس. بذهب إلى العمود رقم 3 فبطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. 100 ناقص 0 100، 160 ناقص 100 60، 210 ناقص 160 50، وهكذا. ننتقل إلى التكليف رقم 12. إذا كانت التكاليف الثابتة 8 ريال والتكاليف الكلية 20 ريال، احسب التكاليف المتغيرة. نعوض في القانون، التي سي تساوي الاف سي زاد البي سي. التي سي معطيني اياها كم؟ 20، والاف سي معطيني اياها 8، معناها كم البي سي؟ البي سي هي عبارة عن 20 ناقص 8 بيساوي 12. لانه هنا كم لازم تكون البي سي حتى يطلع الجواب هنا 20؟ 8 زائد 20، 8 زائد 12 لازم يطلع الجواب 20. ننتقل الى تكليف رقم 13. اذا كانت التكاليف الثابته 8 ريال والتكاليف المتغيره 27 ريال، احسب التكاليف الكليه. نطبق قانون التكاليف الكليه، تي سي تساوي اف سي زائد بي سي. الاف سي معطينا اياها 8 ريال والبي سي 27 ريال، معناها بنقول 8 زائد 27 بيطلع الجواب 35. اذا هي عمليه تعويض مباشر في القوانين. تكليف 14، اذا كانت كميه الانتاج عدد الوحدات المنتجه 2 طن، يعني كيو 2 طن، والتكاليف الكليه 30 ريال، احسب التكاليف المتوسطه الكلية. إذا بطبق أي قانون؟ قانون المطلوب حسابها. التكاليف المتوسطة الكلية اللي هي ATC تساوي TC على Q. TC معطيني إياها 30 والكيو 2، 2 طن. 30 التقسيم 2 بطلع الجواب 15. تكليف رقم 15، إذا زادت كمية الإنتاج من 2 إلى 3 طن وزادت التكاليف المتغيرة من 550 إلى 850 ريال، احسب التكاليف الحدية. إذا بطبق قانون التكاليف الحدية، MC تساوي VC2 ناقص BC1 على Q2 ناقص Q1. 850 ناقص 550 تقسيم 3 ناقص 2 بطلع الجواب 300. التكليف رقم 16، إذا كانت كمية الإنتاج عدد الوحدات المنتجة يعني كيو 2 طن والتكاليف المتغيرة 40 ريال، احسب التكاليف المتوسطة المتغيرة. إذا أطبق أي قانون؟ قانون المطلوب حسابه اللي هو التكاليف المتوسطة المتغيرة، ABC تساوي BC على كيو. البC معطيني إياها بالسؤال 40 والكيو 2، إذا 40 على 2 يساوي 20. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 17، إذا كانت الكمية المباعة 5 طن والإيراد الكلي 1500 ريال، احسب الإيراد المتوسط. إذا ما هو المطلوب حسابه؟ الإيراد المتوسط. إذا نطبق قانون الإيراد المتوسط، AR تساوي TR على Q. TR معطيني 1500 والكيو 5، إذا 1500 على 5 بطلع الجواب 300. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 18، إذا زادت الكمية المباعة من 9 إلى 10 طن وزاد الإيراد الكلي من 2000 إلى 3000 ريال، احسب الإيراد الحدي. إذا نطبق قانون الإيراد الحدي، ما هو قانون الإيراد الحدي؟ MR تساوي TR2 ناقص TR1 على Q2 ناقص Q1. 3000 ناقص 2000 تقسيم 10 ناقص 9 بطلع الجواب 1000. إذا عملية تعويض مباشر في القانون. ننتقل الآن إلى تكليف 19، أكمل الفراغات في الجدول التالي. الفراغات في الجدول هي الأرقام الموجود تحتها خط ولونها أحمر. إذا ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول هي العمود رقم 3 والعمود رقم 5 والعمود رقم 6 والعمود رقم 7 والعمود رقم 8. نبدأ في العمود رقم 3، الإيراد الكلي. ما هو قانونه؟
هذا هو موجود على يسار الشريحة. التي ار يساوي البي ضرب الكيو، يعني نضرب العمود الثاني في العمود الاول حسب القانون، تعويض مباشر. التي ار شو يساوي؟ بي ضرب كيو. اذا هذا البي العمود الثاني ضرب العمود الاول كيو. 131 في 0 0، 131 في 1 131، 131 ضرب 2 262، 131 ضرب 3 393، وهكذا نستمر. يعني نضرب العمود الثاني ضرب العمود الأول فنحصل على العمود رقم 3. ننتقل الآن إلى العمود رقم 5، الإيراد المتوسط. كيف نجد الإيراد المتوسط؟ هذا عن طريق القانون رقم 2، الـ AR تساوي الـ TR تقسيم الـ Q. الـ TR هي العمود رقم 3 والـ Q هي العمود رقم 1. إذا نقسم العمود رقم 3 على العمود رقم 1، إذا ماذا نقول؟ كالتالي: صفر على صفر، لا شيء على لا شيء، لا شيء، بنخليها فارغة أو بنضع فيها خط. ننتقل إلى اللي بعديها، 131 تقسيم 1 131، 262 تقسيم 2 131، 393 تقسيم 3. إذا ماذا نلاحظ عمود الـ AR؟ نفس الرقم اللي هو 131. إذا نلاحظ أنه دائما أخذنا قاعدة في المحاضرة السابقة أنه دائما السعر هو نفسه الإيراد المتوسط في المنافسة، في كل الأسواق، حتى مش في المنافسة، في كل المنشآت دائما السعر هو إيش؟ الإيراد المتوسط. يعني عمود السعر هو نفسه عمود الإيراد المتوسط دائما، هذه قاعدة واخذناها في المحاضرة السابقة. ننتقل الآن إلى الإيراد الحدي. كيف نجد الإيراد الحدي؟ عن طريق القانون رقم 3 اللي هو MR تساوي TR2 ناقص TR1 على Q2 ناقص Q1. وإحنا قلنا Q2 ناقص Q1 نلاحظ أن الفرق دائما واحد، معناه نذهب إلى عمود TR إلى العمود رقم 3 فنطرح الرقم الثاني من الرقم الأول فنحصل على العمود 6. 131 ناقص 0 131، 262 ناقص 131 131، 393 ناقص 262 إذا ماذا نلاحظ؟ أنه في سوق المنافسة الكاملة، هذه قاعدة دائما في سوق المنافسة الكاملة، عمود السعر نفس عمود الـ AR نفس عمود الـ MR بدون ما أحسب، هذه قاعدة دائما في سوق المنافسة الكاملة، السعر عمود السعر هو نفسه عمود الإيراد المتوسط AR، وهو أيضا نفسه عمود الإيراد الحدي MR. فإذا كان السعر 131 معناه الإيراد المتوسط 131 والإيراد الحدي 131، وهذه القاعدة أخذناها في اللقاء السابق. ننتقل الآن إلى التكاليف الحدية MC. كيف نجد التكاليف الحدية؟ عن طريق القانون TC2 ناقص TC1 على Q2 ناقص Q1. زي ما ذكرنا أنه دائما الـ Q الفرق واحد، معناه المقام ما له تأثير لأنه دائما المقام بيكون عندنا واحد، معناه نذهب إلى إيش؟ إلى عمود TC2 ناقص TC1. إذا نذهب إلى عمود TC 190 ناقص 190، 270 ناقص 190 80، 340 ناقص 270 70، وهكذا. إذا كيف نجد العمود رقم 7؟ نذهب إلى العمود رقم 4 فنطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. ننتقل إلى العمود الأخير رقم 8 الأرباح. كيف نجد الأرباح؟ عن طريق القانون رقم 5، Profit يساوي TR ناقص TC، يعني العمود TR ناقص عمود TC، يعني عمود TR هو 3 وعمود TC 4. إذا نطرح العمود 3 من العمود 4، 0 ناقص 100 سالب 100، 131 ناقص 190 سالب 59، 262 ناقص 270 سالب 80، 393 ناقص 340 53. إذا كانت الأرقام سالبة يعني ذلك خسائر، وإذا كانت الأرقام موجبة
يعني ذلك أرباح اقتصادية. ننتقل الآن إلى التكليف 20. إذا كان أجر العامل W200 ريال والإنتاج الحدي للعمل 40 وحدة، احسب التكاليف الحدية. إذا نطبق قانون التكاليف الحدية، MC تساوي W على MBL. الW معطيني إياها في السؤال 200، تقسيم الـ MBL 40 بيطلع الجواب 5. تكليف رقم 21، إذا كان أجر العامل الواحد W 300 ريال والإنتاج المتوسط للعمل ABL 25 وحدة، احسب التكاليف المتوسطة المتغيرة ABC. نطبق قانون الـ ABC يساوي W على ABL. W 300 والـ ABL 25، إذا 300 تقسيم 25 يساوي 12. ننتقل الآن إلى التكليف الأخير وهو التكليف 22. هذا الأسئلة دي عليها 12 سؤال. لاحظوا هذه الرسمة عليها 12 سؤال. نبدأ بالسؤال الأول. إذا ما هو السؤال؟ استخدم الشكل البياني في الإجابة عن الأسئلة الثانية. نبدأ بالسؤال الأول. كم يبلغ حجم الإنتاج عند نقطة الإغلاق؟ هي نقطة الإغلاق، احنا قلنا متى تكون نقطة الإغلاق؟ نقطة الإغلاق عندما يتقاطع الـ MC مع الـ ABC، أخذناها بالسابق. نقطة الإغلاق، هذه نقطة الإغلاق. لماذا اخترنا هذه نقطة الإغلاق؟ لأنه يتقاطع عندها الـ MC مع الـ ABC، ويكون الـ ABC عند أدنى نقطة. إذا كم حجم الإنتاج عند نقطة الإغلاق؟ 100. إذا ما هو الجواب؟ 100. ننتقل إلى السؤال الثاني. كم يبلغ حجم الإنتاج عند نقطة التعادل break even point؟ نقطة التعادل هي هذه النقطة، عندما يتقاطع نقطة التعادل هذه اللي أعلى منها. عندما يتقاطع مين بتقاطع فيها نقطة التعادل؟ مع منحنى الـ MC مع مين؟ مع منحنى الـ ATC، ويكون منحنى الـ ATC أدنى نقطة. إذا ما هي أو ما هو حجم الإنتاج عند نقطة التعادل؟ 150. هاي إذا هذه نقطة الإغلاق 100 ونقطة حجم الإنتاج عند نقطة التعادل الجواب 150. لا ننتقل إلى السؤال الثالث. كم يبلغ حجم الإنتاج أو كمية التوازن الذي يحقق أقصى الأرباح؟ إحنا هذه هي نقطة التوازن، اللي هي متى تكون عندنا نقطة التوازن؟ لما الـ MC تساوي الـ MR. هاي الـ MC، هذا عمود منحنى الـ MC وهذا خط الـ MR. متى يكون عندنا التوازن؟ دائما اخذناها قاعده، لما يكون عندنا الام ار يساوي الام سي. اين يتساوى؟ عند هذه النقطه. اذا هذه نقطه التوازن. كم الانتاج عندها؟ 190. اذا ما هو جواب السؤال الثالث؟ كم يبلغ حجم الانتاج او كميه التوازن الذي يحقق اقصى الارباح؟ 190. اذا نقطه حجم الانتاج عند نقطه الاغلاق 100، حجم الانتاج عند نقطه التعادل 150، حجم الإنتاج عند التوازن 190. هذا هو التوازن، لما الـ MR تساوي الـ MC. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. كم تبلغ التكاليف الكلية عند توازن المنشأة؟ الآن التكاليف الكلية TC، كيف نطبق القانون؟ هذا قانونها. TC هي عبارة عن الـ ATC ضرب الـ Q. إذا بروح على الرسم، وين الـ ATC؟ هذه هي، مش هذه الـ ATC؟ كم الـ ATC معطاة بالرسمة؟ هذه 20. هاي 20 مين هذه 20؟ 20 هذه هي الـ ATC. لماذا هي 20؟ لأنها موجودة على أي منحنى؟ موجودة على منحنى الـ ATC. معناها الـ ATC كم؟ 20. طيب ضرب Q، الـ Q كم؟ الـ Q كم عندنا؟ 190. إذا لاحظوا عند هاي النقطة، عند هذه النقطة اللي قديش عند الـ ATC؟ 20. وكم عندي الكيو؟ 190. اذا بضرب، كيف بوجد التي سي؟ اي تي سي ضرب كيو. الاي تي سي 20 ضرب الكيو 190، يعني بضرب هذا الرقم 20 ضرب 190 بطلع عندي التكاليف الكليه 3800. ننتقل الى السؤال الخامس. كم تبلغ الايرادات الكليه؟ ما هو قانون الايرادات الكليه؟ بي ضرب كيو. هذا هو البي، كم عندي البي انا؟ هيو هذا هو البي. البي كم عندي؟ 25، صح؟ والكيو كم عندي عند التوازن؟ 190. إذا بقول 25 ضرب 90 بطلع الجواب 4750. ننتقل الآن إلى
كم يبلغ ربح الوحدة الواحدة للمنشأة عند التوازن؟ شو بعمل؟ بنقص البي ناقص الاي تي سي، البي ناقص الاي تي سي، البي كم عندي؟ هذا هو خط البي صح؟ هيها البي. البي كم عندي؟ 25 والاي تي سي 20، إذا كيف بوجد ربح الوحدة الواحدة؟ هذا المستطيل أخذناها بالسابق، هذا المستطيل هو عبارة عن ايش؟ الربح، الربح غير العادي بسموه. المستطيل هذا أخذناه بالسابق، هذا المستطيل يمثل ربح العادي. كيف بوجد ربح الوحدة الواحدة؟ بنقص البي اللي هو 25 ناقص الاي تي سي 20، بطلع عندي كم؟ 25 ناقص 20 بطلع الجواب كم؟ 5. عن طريق القانون بي ناقص اي تي سي يعني 25 ناقص 20 معناه ما هو الجواب؟ 5. ناتي الى المطلوب رقم 7، كم يبلغ اجمالي هنا ربح الوحدة الواحدة؟ سؤال 6 ربح الوحدة الواحدة، هنا كم بده؟ كم يبلغ اجمالي حجم الارباح او الربح الكلي عند توازن المنشأة؟ اذا عندنا طريقتين لايجاد هذا الجواب، اما بقول القانون الاول الربح الاقتصادي يساوي التي ار ناقص التي سي، كم طلعت التي ار انا؟ 4750 ناقص التي سي، كم طلعنا التي سي؟ 3800. اذا بقول التي ار 4750 ناقص التي سي 3800، كم بطلع الجواب؟ 950. وهناك طريقة ثانية، انت اختار الطريقة التي تراها مناسبة. الطريقة الثانية بطبق هذا القانون، الربح الكلي الاقتصادي الكلي شو يساوي؟ كيو ضرب بي ناقص اي تي سي. الكيو عندي التوازن، كم كمية التوازن؟ 190 ضرب البي، كم عندي البي؟ 25 ناقص الاي تي سي 20. اذا 190 ضرب 25 ناقص 20 بطلع الجواب 950. ننتقل الى المطلوب رقم 8، اذا كانت ام سي اقل من الاي بي سي فان الاي بي سي ايش؟ تتزايد ولا تتناقص؟ لاحظوا اذا كانت الام سي اقل من الاي بي سي، هاي الام سي صح؟ هذه الام سي نلاحظ انها اقل من مين؟ في هذا الجزء، في هذا الجزء من هون لغاية هون الام سي اقل من الاي بي سي، معناها شو بتكون الاي بي سي؟ في حالة ايش؟ تناقص. اذا ما هو الجواب؟ تتناقص. طيب اذا كانت الام سي، نيجي على اليمين، اذا كانت الام سي اكبر من الاي بي سي، لاحظوا هنا صارت الام سي اكبر من الاي بي سي، شو بتكون الاي بي سي؟ في حالة تزايد. اذا كانت ام سي اقل من الاي بي سي، الاي بي سي بتكون في حالة تناقص. طب اذا كانت الام سي اعلى او اكبر من الاي بي سي، بتكون الاي بي سي في حالة تزايد. ننتقل الى المطلوب رقم 10، اذا كانت الام سي اقل من الاي تي سي، شو بتكون الاي تي سي؟ تتزايد ولا تتناقص؟ اذا الام سي شو بتكون؟ اقل هنا بهذا الجزء، لاحظوا هذا الام سي اقل من مين؟ اقل من الاي تي سي، اسف هنا الام سي، الام سي هذا الجزء، هاي الام سي صح؟ هنا اقل من مين؟ اقل من الاي تي سي، معناها الاي تي سي بتكون بحالة ايش؟ تناقص. اذا كانت الام سي اقل من الاي تي سي، يجب ان تكون الاي تي سي تتناقص، في حالة تناقص. طب اذا كانت 11، اذا كانت الام سي اكبر على الجزء الايمن، اذا كانت الام سي اكبر من الاي تي سي، شو بتكون الاي تي سي؟ في حالة تزايد. ناتي الى المطلوب 12 والاخير، منحنى عرض المنشأة في الاجل القصير شو يمثل حسب الشكل البياني؟ يمثل منحنى التكلفة الحدية ام سي من نقطة الاغلاق فاعلى، يعني هذا المنحنى من عند نقطة الاغلاق من عند حجم الانتاج 100 فاعلى يمثل منحنى عرض المنشأة في الاجل القصير. نكتفي بهذا القدر ونتيح المجال الان للأسئلة إن كان هناك أسئلة. طبعا هذا هو اللقاء الأخير، هذا هو اللقاء الأخير. هل هناك أسئلة؟
الرموز، الرموز يجب حفظها، لأن القوانين يجب حفظ القوانين والرموز. إذا يجب حفظ القوانين والرموز. القوانين لا تأتي في الاختبار، يجب الطالب والطالب أن يكون حافظ القوانين حتى يستطيع يحل. احنا ذكرنا انه ما تم عرضه في الشرائح هو المطلوب، ما تم عرضه في الشرائح هو المطلوب. طيب عند سؤال 8، اذا كانت الام سي اقل من الاي بي سي، نذهب الى الشكل. هذه الام سي صح، هذه هي الام سي، اقل من مين؟ من الاي بي سي، لانه الاي سي جاي على على يسارها. هذه انتبه علي، هذه الاي بي سي صح، انتبه لتسمية المنحنيات، هذه هي عبارة عن الاي بي سي وهذه الام سي. هنا باليسار نلاحظ الام سي جاي على يمين الاي بي سي، معناه هنا الام سي اقل من مين؟ من الاي بي انت بدك 8. اذا كانت الام سي اقل من الاي بي سي، هي هنا بهذا الجزء، بهذا الجزء الام سي اقل من الاي بي سي، شو بتكون الاي بي سي؟ في حاله تناقص. طب اذا ذهبنا الى اليمين بنلاحظ الام سي اصبحت اكبر، الام سي صارت اكبر من الاي بي سي. لاحظ هاي الام سي وهذه الاي بي سي، شو بنلاحظ؟ صارت الام سي اكبر، معناها لما تكون الام سي اكبر من الاي بي سي شو بكون الاي بي سي؟ في حالة تزايد. واضح؟ راح يكون هناك 40 سؤال اختياري في الاختبار، 40 سؤال اختياري في الاختبار. احنا السهم يتحرك، كيف ما يتحرك السهم؟ الجداول زي ما ذكرنا في تحلي التكليفات، يجب في البداية تعبئة الفراغات في الجدول ثم الإجابة على الأسئلة. واضح؟ بالنسبة للجداول، إذا إجا جداول في الاختبار يجب بالبداية تعبئة الفراغات في الجدول، بعد ما تعبي الفراغات في الجدول تنتقل إلى الإجابة إلى الأسئلة. يعني لا تستطيع الإجابة على الأسئلة إلا بعد أن تعبئ الفراغات في الجدول. أخذنا مثال قبل شوي على هذا الموضوع، أخذنا مثال الآن، إذا أخذنا أمثلة أنه أول شيء بنعبي الفراغات بالجدول بعدين نجيب على الأسئلة. يعني لا تستطيع أن تجيب على الأسئلة إلا بعد تعبئة الفراغات في الجدول. نعم ممكن يكون، أكيد راح يكون في الاختبار جداول ورسوم بيانية، أكيد راح يكون في الاختبار جداول ورسوم بيانية. احنا قلنا بالنسبة للانجليزي الرموز، الرموز فقط عشان تستطيع تكتب القوانين، والقوانين مطلوب حفظها، لا تستطيع ان تحل اذا لم تكن تعرف القانون. لا مو شرط الجداول نفسها، نفس الطريقة ولكن ليست نفس الجداول، نفس الطريقة. واضح؟ الآن يا شباب قلنا إحنا ممكن يكون في جدول، أول شيء بتعبي الفراغات في الجدول ثم تنتقل إلى حل الأسئلة، والرسومات بتيجي رسمة وعليها أسئلة أو أكثر من رسمة لسه ما يعني حسب الاختبار. يعني الاختبار أكيد راح يكون في جداول وراح يكون في رسومات بيانية. نتمنى للجميع التوفيق، نتمنى يعني الاختبار سهل إذا كانوا الطلاب والطالبات دارسين كويس، إذا كنتوا دارسين بشكل جيد راح يكون الاختبار سهل للطالب اللي دارس جيد، الاختبار سهل. ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.